والاخير، وشنو هي النصائح اللي قدمت ليها اللاعبين باش تبعدهم على الضغط؟ اول حاجه خرجنا من كازا اول حاجه، وعلى شوف سيت بون غير كنقولها فرنساويه، سيت بون غير اللي كترا في لا كومونيكاسيون ايما د صحافه مصريه ديما مغاربه، سيت بون غير سي فينال. حنا المهمه كنفكروا في التيران، الخدمه ديالنا هو التيران، وهادشي اللي قلت للدراري اللي غتكتب اللي غتقول اللي اللي غتسمعوا، قوم كونسونطري على الماتش اللي ماشي سهله اليوم. واحد جينيراسيون ديال اللعابه اللي انتو ما كتعرفوه التليفون هو كلشي، اكثر من المراه اكثر من صاحبته، الا ما عندوش التليفون ديالو غيموت. دونك ما تقدر والو زعما تحيد لهم التليفون ولا دير لهم شي حاجه. اللي كيامني هي الثقه على الجروب ديالي، انا كنعرفهم ما عندهم تجربه عندهم ليكسبيرونس. اللي تقالت ما ماشي شونا كتلعب في التيران الكره، ما كتلعبش على برا. من بعد هي الخدمه ديالكم هي من بعد تقولوا يمكن لا بريسيون خرجت على اللعابه، بحال انا ما كنامن بهذا الشيء. انا لعبت الكره ملي كتدخل غير صفر لاربيت، اللي قالوا هما اللي قلتهم نتوما ما كيامناش، اما حنا اما الاهلي غيكون بو ماتش. كنعرف المدرب صاحبي، هما سي دي انترناسيونال، حنا عندنا دي انترناسيونال، هما فرقه كبيره حنا فرقه كبيره. كيامني يكون بو ماتش، انا غدا كنامن يكون بو ماتش، كون سوا كونسونتري نلعبوا مع اللعب ديالنا اللي درنا، ما نخرجوش من سي ستيل دو جو ديالنا، باش ما بور با فير ليغور دو دي جوي اي ابري كو لو ميور غان. هادشي اللي كيامني. من بعد اللي قالت اللي قال الصحفي مصري ولا مغربي، والله ما كنديها فيها واللعابه ديالي ما كيدوهاش فيها. حنا مكونسونتري، بغينا نكملوا هاد لا كومبان ديالنا، بدينا مزيان بغينا نساليوها مزيان. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.